يحاول خيران معرفة ما يزعج ملاك، لكن ملاك لا تستطيع أن تقول أي شيء لأي شخص لأن إليز تهددها. يخبر هيكران أمري أنهم بحاجة للحصول على دعم طبيب نفساني لمليكة. تطلب إليز من الطبيب النفسي أن يتحدث معها كما لو كان مقدم الرعاية لها هو المسؤول عن وضع ملاك. هيكران يؤذي ملاك ويجب عليه مغادرة هذا القصر على الفور. قبل أن يتمكن أمري من فهم ما يحدث، يواجه أزمة جديدة من ملاك. أمري، مثلما كان على وشك أن يغضب من هيكران، تتدخل ملك وتتحدث. يقول له ألا يغضب على والده. تفاجأ أمري بكلام ابنته. عندما تدرك كيرمان أن بيركاي تحب إليف، يستخدمها. إنه يجعل بيركاي يحصل على ما يريد. يسقط بيركاي هويته الجامعية أثناء مغادرة كيرمان. ينظر كريمان إلى الهوية في مفاجأة. تتصرف ملك بالاستياء تجاه هيكران، لكنها بعد ذلك لا تستطيع تحمل ذلك وتعانقه. عندما يعود هيكران إلى القصر، يزداد التوتر في القصر. نظراً لأن ييلز وولي لا يستطيعان التخلص من هيكران، فإنهما في عجلة من أمرهما لإجراء الخطوبة في أقرب وقت ممكن. كما تدعمهم نورتين في هذا الصدد، يقوم بتنظيم عشاء لإمري ويلز حيث سيكونان بمفردهما ويقرران موعد الخطوبة. عندما تعلم ملاك ذلك، تنسحب. إنها لا تريد أن تكون يليز والدتها اللطيفة. إمري ويلز يخرجان لتناول العشاء. يوافق إمري على تحديد تاريخ الخطوبة. يحاول هيكران إقناع ملاك بالتحدث. بينما كانت ملك على وشك الاعتراف لهيكران بأن يليز عاملتها معاملة سيئة، تأتي يليز. عندما تسأل هيكران ممن تخاف، تقول ملك يليز. يقول يأتي بيركاي ودرويش إلى منزل كريمان. لقد قاموا بالتسوق. بينما كان بيركاي في منزل إليف، كان جلال في الخارج يراقبهم بغيرة. عندما يغادر هيكران العمل، تتوقف ملك عن الأكل أو الشرب. يعامل يليز بتذمر. إنه يفتقد هيكران. من ناحية أخرى، يأمل إمري في عودة هيكران، لكن هيكران لا يعود إلى العمل. ملاك تواجه أزمة في القصر. إمري يشعر بالقلق الشديد. يأتون إلى منزل هيكران مع ملك ويحاولون إقناع هيكران بالعودة، لكن هيكران لا يعود. يندم عليه لاحقاً. يفكر في ملاك طوال الوقت. أخيراً، لا يستطيع التحمل ويأتي إلى القصر لملك. لكن ملاك شعرت بالإهانة منه. جاء بيركاي إلى منزل كيرمان للإصلاحات. عندما تراه أليف في المنزل، تتساءل عن سبب مجيئه. أخبر كيرمان بيركاي أنه أجرى الإصلاحات، لكن إليف لم تصدقه وأدركت أن بيركاي يزيف ذلك. لم تعد هيكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات إمري الجارحة وتستقيل. لم يوقع هيكران على العقد الذي أعده إمري ويغادر القصر. علية ويلز سعيدان جدا بهذا الموقف. لقد تحرر أخيرا من هيكران. لم تعد هيكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات إمري الجارحة وتستقيل. ملاك حزينة جدا لرؤية هيكران يغادر المنزل. يذهب سرا إلى الحي للعثور على هيكران. عندما يدرك الناس في القصر أن ملاك مفقودة، يصبح كل شيء معقدا. عندما يبدأ إمري وهيكران في البحث عن ملك معا، فإن أخبار الحادث على راديو الشرطة مفجعة. تعرضت فتاة صغيرة مطابقة لوصف ملاك لحادث. مع الأخبار السيئة، أصيب إمري وهيكران بالدمار. ومع ذلك، تبدو ملاك أكثر سعادة من أي وقت مضى أثناء اللعب مع الأطفال في الحي. عندما يرى إمري ابنته بهذه الحالة، لا يستطيع حبس دموعه من السعادة ويعانق ابنته. ملك يدعو إمري باء الأبي بعد سنوات. هيكران يبتعد دون أن يقول أي شيء. بينما يقضي بيركاي وقتا ممتعا مع أصدقائه في مكان ما، يأتي جلال إلى المكان. يهرب بيركاي في اللحظة الأخيرة دون أن يراه جلال. سيأخذ هيكران ملاك إلى المدرسة في حيهم للتواصل الاجتماعي.
يسمح إمري لهكران بأخذ ملك إلى المدرسة. ييليز تذهب معهم. تتسبب ييليز في إصابة ملك في المدرسة بخطتها، ثم يقنع إمري بأن هكران هو المسؤول عن ذلك. يضع إمري عقداً أعده لإبقاء هكران تحت السيطرة وتحديد حدودها أمام هكران، ويطلب منها التوقيع عليه. تظل هكران مصدومة. بينما يعمل بيركاي في ورشة الإصلاح، يأتي العملاء الذين يعرفونه. يواجه بيركاي صعوبة في محاولة عدم الكشف عن الوضع لدرويش. يحاول ألا يراه العملاء القادمون. أليف تأتي إلى ورشة التصليح. لديهم انطباع مؤقت مع بيركاي. يبدأ إمري بالاتفاق مع هكران. ستكون ملاك أفضل مع ذكريات والدتها والتواصل الاجتماعي. ياليز لا يستطيع أن يتسامح مع قرب ملك وهكران، وبغض النظر عما يفعله، لا يستطيع أن يجعل هكران يسقط من عيون إمري. يدرك أنه يحتاج إلى كسب تأييد إمري، ويبدأ في التقرب من ملك. لكن ملك تخاف منه. بدأ إمري في التليين. يعطي هكران الإذن بإخراج ملاك. تتفاجأ هكران بوجود صورة مارال وملك بجانب سرير ملاك. إنه سعيد لأن إمري جاء إلى كلماته. عندما يمرض إيبو الذي يجمع الورق في الحي، تعيده إليف إلى المنزل وتعتني به. عندما يأتي هكران يعتني بها. من ناحية أخرى، تشعر كيريمان بعدم الارتياح لوجود إيبو في المنزل. ومن أجل إثارة إعجاب إليف التي نشأت بدون أب، قرر بيركاي أن يتعامل معها بعطف الأب. تواصل هكران العمل، لكنها مستاءة جدا من إمري. من ناحية أخرى، إمري مصمم على معرفة من وضع المال في حقيبة هكران. تعتقد ييليز أن الهدية التي اشتراها إمري هي لها. عندما يضغط إمري على ييليز، تعترف ييليز بأنها وضعت المال في حقيبة هكران. هكران يأخذ ملك إلى الحديقة. ملاك تخرج لأول مرة. إمري يحذر هكران من إخراج ابنته دون سابق إنذار. إمري يدعو ييليز وهكران إلى غرفته. يطلب إمري من ييليز أن تعتذر لهكران، ويطلب منها أن تقدم الهدية التي اشتراها إلى هكران. تظل ييليز مصدومة. لا تستطيع أليف الذهاب إلى محل الحلويات عندما تقضي وقتا في ورشة التصليح. جلال يتصل بإليف لكنه لا يستطيع الوصول إليها. يغضب جدا. يسقط بيركاي الساعة باهظة الثمن على معصمه. تتساءل أليف عما تفعله ساعته الباهظة الثمن. يقول بيركاي أن أحد العملاء أسقطه وسيعطيه للمالك.